السلام عليكم. اوه عليكم السلام. صافا بخير. نسدو هاد المبعده. شنو كدير هنا في الصالون هذا؟ انا خويا غير جاي حاضر بمناسبه الحفل الافتتاح ديال هاد المشروع الجديد ديال الاستاذه شروق ملكة الجمال العرب، وفرحان بزاف انفيتياني وتنجد نغسل راسي شويه. عنزلت اليوم دابا، راه مره دايرين الحفله ونزلت اليوم. انت اللي غدير التخييم ديال هاد البرودوي الجديد؟ اي لا لا لا، انا عم ساطح انا. وني تنشكر بزاف هذه الفكره هذه ديال شروق، تنشكر بزاف هذه الفكره، لانه فكره جميله وما كثيرهش في المغرب. وجيت نضرب شويه ديال الحلوى واللي بيفي. راه كاين عندك مع الحلوى بزاف؟ لا، اللي بيفي الماكله وداك الشيء وهذا، فهمت ولا لا؟ كيكونوا مثلا الحلاوي وداك الشيء الاتاي والعيبان. واخا مول الضحكه، كيفاش جات الشهره؟ الشهرة خويا جات من الفيسبوك. تحية واحد الدري صاحبي اللي عرف عليا على واحد الجروب سميتو هيروشيما، سميتو علي الحريري، هو اللي عرفني على واحد الجروب. وكنضحك معاهم وهزوا الفيديوهات لي باج اخرين بداو كيلوحوهم، وصبحت مود الضحكه. واني خصهم الناس يعرفوني بانه كندير لي زارماسيون ديال السينما شحال هادي، وكنت كندير كوليغراف ديال السينما، حيت انا سينمائي قديم. حيت الناس بزاف كينتقدوا كيقولوا لك عاجه ودخل السينما، راه انا راه من شحال هادي وانا في السينما. وتنشكر تنشكر واحد الصديق ديالي اللي هو عزيز عليا، اللي واقف معنا في مجال الفني وفي مجال معنوي، في مجال فاش ما بغيتي، مراد العشابي ديالنا. لا علاقه، واش هو العلاقه ولا علاقه؟ لا علاقه. وهذاك هو الوحيد اللي ما كيديرش كاميرا خفيه، ماشي بالعاني، ما كاينش الزواق. والله ما نكذب عليك، بالله ما كاين لا زواق لا والو، هذا كيدير كاميرا خفيه ديال بصح. وغتشوفوا مازال جديد ديالو، وراه هو الخويا كبير، وحنا ديما مفاهمين وديما معاوني، والحمد لله منها تعرفت عليه الابواب مفتوحه. واخا واخا كيعاونك، واني هو السبب. واخا كاين شي اعمال جديده ان شاء الله؟ كاين اعمال جديده، كاين ان شاء الله شي واحد سيت كون فرمادان بلا ما نحرقوها. كاين فوق قناه اولى ولا الثانيه؟ ما نقولش لك. ما عرفش، لانه داك الشيء ديال انا مع شركه الانتاج، ماشي حيت شركه الانتاج شوف لما غادي تعطيه ونخليوها مفاجاه. والله وكاينين شي حاجه ديال الويب غنكملوا على مول الضحكه عاوتاني. واخا كيجيك هاد الكوميديين اللي كاينين دابا؟ كاينين الناس اللي زوينين، وكاينين الناس اللي كيخربقوا الصراحه. انا كانت جاتني واحد الفرصه باش نتخشى مع واحد السيد اللي هو شاد واحد ليكيب كامله، واني فهمتي ما بغاش نكون انا تحت الصباط، لانه ماشي انا ندخل عنده باش يولي يسخرني يقول لي ياك سير جيب كارو، سير جيب هادي وعيرني وهادي. راه كتهضر على طاليس؟ بحال هكاك بحال هكاك. شوف انا كنبغي كوميديان، كنبغي نخدم راسي، الله يجعلني بقى عندي الفيديوهات في فيسبوك وبقاي الناس سميتو يكون شيء. انا بلا ما كنفكرش فلوس، كنفكر في الفن. غير اللي ضحكت غير فيديو الناس وراه ضحكوا الكومونتير احسن من تخلص. علاش؟ لانه داك الشيء كيولي فيه في الاخر بيزنس. دابا هو طاليس كان بغى يدخلني معاه، واني حبسوني الناس قالوا لي لا ما تدخلش. علاش؟ لانه غتولي عبد. صافي. واخا دابا حنا كنصوروا معاك والناس كيتسناو كاملين دابا ديك الضحكه، بغينا نعاودو نسمعوها دابا. اوكي، وانا فرحان بزاف وشكرا جزيلا، شكرا على هاد السجواب الجميل مع هاد الميكرو هذا. اخبرنا. شكرا لك. شكرا لك. صحه وراحه.